هذه طبعا ورشه النجاره، وهي من خلال هذه الورشه ممكن احنا نقطع الخشب او القطع هذه بحيث احنا نكون اجزاء الروبوت في هذا المكان. ايضا هي ممكن احنا نقطع اكثر من 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 ماده، مش ضروري تكون خشب، ممكن نقطع خشب، ممكن نقطع بلاستيك، اكريليك، اي قطعه ثانيه، واساسا نحن نستخدمها في اجزاء الروبوت. نحن ممكن نستخدم الطابعه ثلاثيه الابعاد في طباعه الاجزاء الصغيره والمعقده اكثر. اما باستخدام هاي الورشه احنا نقدر نقطع قطع اكبر ونشكل حجم الروبوت بشكل اكبر.